معنا النهارده سياده المستشار طارق زهران. تعرفنا النهارده كيف تتم او تسير العمليه الانتخابيه داخل اللجنه. الحمد لله ان العمليه الانتخابيه زي ما حضراتكم شفتوا بتسير يعني بطريقه سلسه ومبسطه. كل ادوات اللجنه موجوده وحضور جميع الساده المستشارين رؤساء اللجان، وبدء العمليه الانتخابيه في سلاسه تامه دون اي عوائق من اي جهه. توقعت حضرتك لهذه المرحلة ودي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، هل المتوقع أن يكون إقبال عن المرحلة السابقة الأولى؟ إن شاء الله طبعا، لأن يعني كمان أغلب المحافظات دي القاهرة والدقهلية والشرقية طبعا دي محافظات كبيرة جدا وبيبقى الإقبال فيها عادة كبير جدا. كيف يتم مع التعامل مع بعض الناخبين المخالفين او الحالات التجاوز اللي بتتم داخل اللجنه؟ والله وحضرتك لحد دلوقتي الحمد لله ان مفيش تجاوز والعمليه ماشيه سلسه ومبسطه ومفيش اي حاجه تخل بسير العمليه الانتخابيه وكله ملتزم الحمد لله. الاجراءات الامنيه بقى، التامينات اللي بتقوم بها اجهزه الشرطه والقوات المسلحه، قصرت تماما على تامين اللجان من الخارج ولا دخل لهم بسير العملية الانتخابية إطلاقا، وكلام أنا بقوله على مسؤوليتك، ليس لهم أي تدخل في العملية الانتخابية سوى التأمين فقط، ولا يدخلوا اللجان إلا بناء على طلب المستشار رئيس اللجنة في حالة وقوع جريمة انتخابية أو ما شابه ذلك. الحالات الخاصة يا فندم اللي هي كبار السن أو المعاقين بيتم التعامل معهم إزاي داخل اللجنة والإدلاء بأصوات؟ هو حضرتك كبار السن يعني طبعا بيجي بيقعد معزز مكرم بيدلي بصوته وبياخد ستارة وممكن يقعد على الكرسي اللي موجود في اللجنة، بس في الحالة دي برضو بيبقى بعيد تماما عن كل أعضاء اللجنة وعن المندوب المرشحين وبيدلي بصوته في حرية تامة وبإرادته المطلقة. سيادة المستشار، حابين نشكر حضرتك